سيادة النائب 20 يوم وحسيت عندك مداخلة من يتحدث سي سيرفست على موضوع أمن الانتخابات، عندك ملاحظة؟ عندي ملاحظة أنه هذه الانتخابات ما حتكون نزيهة أصلاً 100% بصراحة، لأن هي أساس المفوضية هي داخل أحزاب، هذا سني شيعي كردي فلان شي فلان شي، زين هاي شنو وين؟ وين الوطنية أعضاء مجلس المفوضية قضاتهم صارت محاصصة؟ صارت محاصصة بهم، صارت محاصصة بهم. وين العملية الانتخابية الحقيقية؟ هاي مو عملية انتخابية حقيقية، هاي اكو ناس هسه حاليا عندهم اجندة خارجية دي يطبقوها، يردون فلان فئة تفوز بالانتخابات وفلان فئة ما تفوز بالانتخابات. هاي ملخص الكلام. منو الخاسرين؟ منو الخاسرين ممكن بهاي احنا ما نقدر نحكي بالتفاصيل، انا احكي عام، لا تحرجني قدام الناس. زين تفضل. انا احكي عام، اقول انه اكو ناس بهاي العملية الانتخابية راح يستفادون، واكو ناس بهاي العملية الانتخابية ما راح يستفادون. اللي راح يستفادون هم حاطين اذرعهم وايدهم داخل الانتخاب، داخل المفوضية، حاطين الاذرع والايد داخل المفوضية. ومسوين كل الخطط، انا حسب معلوماتي انهم مسوين كل الخطط. هاي صفحة، والصفحة الأخرى اللي ضاقت عليهم الدوائر سووا استخدموا أموالهم اللي ما شاء الله جابوها من أهاليتهم من الورث جابوها، قاموا يشتغلون على البطاقات، قاموا يشتروها لأن هذا دائرته محدودة، فقام يسوي مزايدة. والأول مرة أقول لك بهذا البرنامج أكو بيت في حزب ما من تحدث، طيب هذا البيت تجري به مزايدات البطاقات الانتخابية، بيع يعني؟ بيع دي يسوون به مزايدات بيع البطاقات الانتخابية موجود بالكرادة. هذا البيت موجود بالكرادة، بيت موجود بالكرادة، بالكرادة وملك وحدة موجودة، موجود بالكرادة. هذا اللي يصنع بطاقات؟ هذا اللي يسموها غرفة العمليات والبورصة، هذا طبعا أول مرة، والبورصة موجودة بالكرادة. هذا الموضوع موجود، فذول محسبين حساب أنه باليوم الاقتراع ذولا هل قد عدد يفوتون، ذولا هل قد عدد ما يفوتون، وهكذا.